امبارح في الخليل مثلا 17 شهيد تم تشييعهم. طبعا هذا شيء يعني بقدر ما هو فخر واعتزاز إلنا كلنا، وأنا بقول اللي حصل أعمال فردية بطولية، إحنا بحركة فتح نحييها ونشجعهم وبنعتبرهم أبطال وبنعتبرهم يعني تاج على رؤوس كل الفلسطينيين في مرحلة فيها انحسار، في مرحلة فيها إحباط، في أفراد مجموعة من الأفراد بدأ من 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 أخونا مهند الحلبي إلى آخر شهيد. المنافسة عم بتصير بين الناس باتجاه وبشكل فردي، وأنا برأيي إنه يعني إحنا كمان هذه أحد القضايا لازم نوقف عندها، هل إحنا معها ولا مش معها؟ أنا بقول إحنا في اللجنة المركزية ناقشنا هذا الموضوع ونحن معها.